بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلبة الفرقة الرابعة شعبة إحصاء، أهلا وسهلا بحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتكلم النهاردة عن طرق التقدير بنقطة، وكنا تكلمنا عليها في أول محاضرة بشكل يعني غير تفصيلي. هنتكلم النهاردة بنوع من التفصيل على طرق التقدير بنقطة. احنا بنتكلم على تقدير المعالم بنقطة، يعني تقديرها بقيمة وحيدة. أما لو كنا بنتكلم على تقديرها بفترة، فيبقى فترة لا حد أدنى ولا حد أعلى. طبعا أنا عندي المعالم اللي موجودة في التوزيعات قد تكون معلمة لها يعني معنى، يعني بتمثل مثلا وسط حساب المجتمع، بتمثل تباين المجتمع، بتمثل نسبة في المجتمع، أو قد تكون معلمة موجودة في التوزيع دون أن تشير إلى أحد هذه القياسات المعروفة. فبقول لي من الملائم ودون تعليل ان اقوم بتقدير الوسط حسابي المجتمع. طبعا هقدره بالوسط حسابي العينه، وسط الحساب المجتمع ميو، والوسط الحساب العينه اكس بار، او تباين المجتمع سيجما تربيع اللي انا هقدره بتباين العينه اللي هو اس تربيع، او النسبه في المجتمع اللي هي باي هقدرها بالنسبه في العينه اللي هي البي. وطبعا يعني العينه لها شروط ولها ضوابط، واعتقد انتوا عندكم ماده في الفرقة الثالثة وفي الفرقة الرابعة باسم العينات. وبالرغم من أنه في حالات كثيرة تكون مثل هذه المقدرات هي أفضل المقدرات، إلا أننا نريد أن تكون الطرق المستخدمة للتقدير بنقطة طرقا عامة تصل لتقدير المعالم المجهولة في أي عائلة، في أي عائلة توزيع احتمال أيا كانت ما تمثل تلك المعالم، سواء مثلا هذه المعالم تمثل وسط، تمثل تباين، تمثل نسبة، أو لا تمثل تلك المعالم التي نريد تقديرها، وايا كان عددها سواء كانت معلمه واحده او معلمتين، وبحيث يكون او يمكن دراسه خصائص المقدرات التي تعطيها تلك الطرق، وتحديد ما اذا كانت هي افضل المقدرات بنقطه ام لا، وتعتمد كل من تلك الطرق العامه على قواعد محدده واضحه لكيفيه استخدامها للتوصل الى التقدير بنقطه للمعلمه المراد تقديرها. الحقيقه انا عندي طرق كتير جدا، لكن احنا هنتكلم عن طريقتين اتنين فقط، اللي هي طريقه العزوم وطريقه الامكان الاكبر، The method of moments و The maximum likelihood method. اول حاجه طرق العزوم اللي هي الميثود اوف مومنتس، تعتبر طريقه العزوم تاريخيا من اقدم طرق التقدير بنقطه على الاطلاق، يعني تعتبر هي اقدم الطرق، وتعتمد الطريقه على صياغه عدد من المعادلات المستقله يتساوى مع عدد المعالم. يبقى لو عندي معلمة فيبقى عندي معادلتين، عندي معلمتين يبقى عندي معادلتين، وتساق كل معادلة منها بمساواة العزم اللامركزي من رتبة معينة للتوزيع الاحتمالي بالعزم اللامركزي من نفس الرتبة العينة. طبعا أنا كنت اتكلمت على هذه الطريقة قبل كده. بقول أنا عندي بجيب العزم اللامركزي من العينة والعزم اللامركزي من الايه المجتمع. العزم اللامركزي من المجتمع هو التوقع الاكس باور ار، القيمه المتوقعه الاكس باور ار، حيث الار ترمز الى رقم العزم. اذا كان العزم الاولاني يبقى اكس واحد، العزم الثاني يبقى اكس تربيع، العزم الثالث يبقى اكس تكعيب، وهكذا. يبقى لو العزم الاولاني يبقى توقع الاكس اس واحد، العزم الثاني توقع الاكس تربيع، وهكذا. ده بالنسبه للمجتمع. طب بالنسبه للعينه هيبقى سمشن اكس، ده العزم الاولاني، العزم الاول اللامركزي من العينه. طيب العزم الثاني يبقى سمشن اكس تربيع، سمشن اكس تكعيب، وهكذا الى العزم رقم ار اللي هو يبقى سمشن اكس باور ار. هساوي العزم من العينه بالعزم في المجتمع واطلع قيمه المعلمه المجهوله. خلاص. طبعا لو عندي معلمه واحده فهجيب العزم الاول من المجتمع والعزم الاول من العينه، لو عندي معلمتين يبقى اجيب العزم الاول والعزم الثاني، وهكذا. فاذا كانت عندي عينه اكس 1 واكس 2 اللي هو اكس ان، عينه عشوائيه من عائله التوزيع الاحتمالي اف اكس و ثيتا 1 وثيتا 2 لغايه ثيتا كي، واردنا استنتاج المقدرات بنقطه للمعالم ثيتا 1 لغايه ثيتا كي بطريقه العزوم، فاننا نكون كي معادله بحيث انه يبقى الام داش ار اللي هو العزم اللامركزي من الرتبة ار من المجتمع اساويه ب ام سمول داش ار، يبقى اساوي ميو داش ار
بام داش ار، حيث ميو داش هو العزم اللامركزي من المجتمع، والام داش هو العزم اللامركزي من الايه؟ من العينه. واعرف كل واحد فيهم بيتحسب ازاي. الميو اللي هي قدامنا دي يعني عباره عن توقع الاكس ار، اما الام هي عباره عن سميشن اكس ار على الان، سميشن اكس اي مرفوع الاس ار مقسوما على ايه؟ مقسوما على الان. وبالتالي يبقى اساوي الميو داش بالام داش عشان اجيب العزوم بتاعتي، ونحصل على المقدرات بنقطه للمعالم سيتا 1 لغايه سيتا كي بحل نظام المعادلات اللي فات، اللي هم المعادلتين اللي هنساويهم ببعض انيا، اي ان خطوات استنتاج المقدرات بنقطه لهذه المعالم بطريقه العزوم هيبقى كما يلي: واحد ايجاد ميو داش ار، حيث الار هتساوي واحد واثنين لغايه كي، يبقى لو عندي معلمتين يبقى هجيب ميو واحد داش وميو اثنين، لو عندي ثلاث معالم يبقى ميو واحد وميو اثنين وميو ثلاثه وهكذا. وبعد كده هجيب ام ار داش، برضه لو عندي معلمه واحده يبقى ام واحد داش، معلمه معلمتين يبقى ام اثنين، ثلاث معالم يبقى ام ثلاثه وهكذا لغايه ام ثلاثه. وبعدين تكوين المعادلات، اساوي بقى الام بميو واحل هذه المعادلات، اطلع الايه؟ اطلع إيه؟ قيم المعالم بتاعتي. طيب مديني مثال بيقول لي استخدم طريقه العزوم لايجاد مقدر المعلمه الفا في عائله التوزيع الاحتمالي. هنا عندي التوزيع بتاعي في معلمه واحده اللي هي الالفا، اللي هي الالفا خلاص، وبعدين التوزيع اللي موجود قدامي ده هو اللي هو الفا اكس باور الفا ناقص واحد، حيث الاكس بتعيش ما بين الصفر والواحد، والالفا طبعا اكبر من الزيرو، وانا عاوز اقدر قيمه الالفا. يبقى هستنتج العزم اللامركزي الاول من المجتمع بتاعي، يعني من الاف من الدينستي اللي هو توقع اكس اس واحد، واساويه بالعزم اللامركزي اللي هو من العينه اللي هو سمشن اكس على الان اللي هو الاكس بار. وبالتالي حيث ان عدد المعالم المطلوب تقديرها هو واحده، لانه كي بتساوي واحد، فانا نحتاج الى معادله ايه؟ الى معادله واحده. وبالتالي هيبقى الميو واحد داش بتساوي الام واحد داش. طب الميو واحد داش بتساوي ايه؟ بتساوي توقع الاكس اس واحد، اللي هي عباره عن تكامل من صفر لواحد، لان التوزيع بتاعي الرينج بتاعه هو من صفر لواحد، فهكامل من صفر لواحد واضرب الاكس في الاف اوف اكس، حيث دي كده هي الاف اوف اكس اللي موجوده عندي اهين. وبالتالي يطلع بيساوي الفا على ايه؟ على الفا زائد واحد. طيب انا عندي العزم اللامركزي الاول من العينه والاكس بار، وبالتالي يبقى انا هساوي الفا على الفا زائد واحد، اساويها بالاكس بار، وبالتالي اطلع الالفا لوحدها في طرف، يبقى الالفا عباره عن ايه؟ اكس بار على واحد ناقص اكس بار. وطالما بقيت اجيبها عن طريق العزوم للعينه بقت اسمها الفا هات، بقى كده قيمه مقدره، لان يعني مش دي القيمه الحقيقيه ولكنها القيمه المقدره. يبقى انا هحسب الوسط الحسابي للعينه واقسمه على واحد ناقص الوسط الحسابي للعينه، يديني الالفا ايه؟ يديني الالفا هات. وبالتالي لو انا سحبت عينه من هذا المجتمع وقدرت الوسط الحسابي بتاعه وطلع بيساوي مثلا اربعه، يبقى الالفا هات هتساوي ايه؟ هتساوي اربعه مقسوما على واحد ناقص اربعه، يعني هتبقى اربعه على سالب ثلاثه، أربعة على سالب ثلاثة، ولا المفروض تبقى إكس بار على إكس بار ناقص واحد، فيبقى أربعة على سالب ثلاثة. لا طبعا دي قيمة ما تنفعش، لأن القيمة اللي إحنا افترضناها للإكس بار مش مظبوطة، لأن عندي هنا الإكس من صفر لواحد، وبالتالي ما ينفعش الإكس بار تبقى طالعة بأربعة. الوسط الحسابي لازم يطلع من صفر لواحد. فأنا افترض مثلا إن الوسط الحسابي طلع مثلا بربح، بربح يبقى ربع على واحد ناقص ربع، يعني ربع على تلات ارباع، وربع على تلات ارباع يطلع بيساوي ربع على تلات ارباع، يطلع بيساوي ايه؟ الربع تنزل اربعه تحت والاربعه فوق، يطلع بيساوي تلت، يطلع بيساوي تلت. وبالتالي التلت اكبر من الصفر فعلا، فيبقى الالفا هات بتساوي ايه؟ بتساوي تلت وهكذا. اشوف مثال اخر.
بيقول لي اذا كانت اكس 1 واكس 2 عينه من التوزيع اللي عندي اللي هو اليونيفورم، يعني اللي هو التوزيع اللي موجود قدامي يو الفا وبيتا اللي هو المنتظم، اوجد المقدر بنقطه لكل من المعلمتين. التوزيع بتاعي بيبقى شكله كده، واحد على بيتا ناقص الفا، والاكس محصوره من الفا لايه؟ لبيتا. فانا عندي هنا في معلمتين، فايه اللي هيحصل؟ فانا هجيب العزم المركزي اللامركزي الاول للعينه، والعزم اللامركزي الاول للعينه، واجيب العزم اللامركزي الاول للمجتمع، والعزم اللامركزي الاول للمجتمع، واقارن الاول هنا بالاول هنا، والثاني هنا بالثاني هنا، واطلع مجموعه من المعادلات واحلهم مع بعض. تعالوا كده نشوف اهون، ادي العزم اللامركزي الاول بتاع المجتمع اللي هو توقع الاكس طالع الفا زائد بيتا على 2، وادي العزم الثاني اللامركزي برضه للمجتمع اللي هو طالع الفا تربيع زائد الفا بيتا زائد بيتا تربيع على 3. طب تعالى كده نشوف، لو جبنا العزم اللامركزي للعينه يطلع هنا سمشن اكس على ان اللي هو الاكس بار، وهنا يطلع سمشن اكس تربيع على ان. لو انا يعني حاولت ان انا احور في دي شويه على اساس ان الاس تربيع بتساوي سمشن اكس تربيع ناقص سمشن اكس الكل تربيع على ان، هوصل الى انه المقدار ده هو بيساوي اس تربيع زائد اكس بار تربيع. فك ده كده وشوف يا ترى بيساوي ده ولا لا، هتلاقيه بيساوي ده. اعمل ايه؟ هقارن هساوي ده بده واساوي ده بده، فيبقى عندي معادلتين احلهم مع بعض بهذا الشكل اهون. ادي عندي هنا هيطلع ان الاكس بار بيساوي الفا زائد بيتا على 2، ويطلع عندي ان الاس تربيع زائد اكس بار تربيع بيساوي الفا تربيع زائد الفا بيتا زائد بيتا تربيع على 3. وبالتالي لو انا شلت الاكس بار من هنا وحطيت قيمتها هنا وديتها اليمه الثانيه باشاره مخالفه، اقدر اعرف قيمه الالفا والبيتا من هنا. لو حليت يعني المعادلتين دول مع بعض في الالفا والبيتا بهذا الشكل، هيطلع لي في الاخر انه الالفا 1 بتساوي اكس بار ناقص اس جذر 3، والالفا 2 بتساوي اكس بار زائد اس جذر 3. يعني بمعنى ان انت لو انت حليت بهذا الشكل هيطلع عندك قيمتين للالفا، القيمه الاولانيه اكس بار، طبعا دي قيم كلها مقدره، وبالتالي فيبقى بنقول عليها الفا هات، فيبقى الفا 1 هات بتساوي اكس بار ناقص اس جذر 3. لو عوضت بيها في اي معادله من اللي فات اطلع بيتا المناظره ليها، وكذلك الفا 2 خلاص. فيطلع عندي حلين للالفا 1 وحلين، يعني حلين للالفا وحلين للبيتا. لكن بيقول لي الحل ده مرفوض. ليه الحل ده مرفوض؟ نشوف كده. انا طلعت هنا اهون، طلعت الفا 1 هات والفا 2 هات، فباخد الالفا 1 هات وعوض عنها تديني بيتا 1 هات، واخد الالفا 2 هات وعوض عنها تديني بيتا 2 هات. حل معادلتين عادي جدا زي اللي بتحل طلبه اولى اعدادي، مفيش اي مشكله. لكن هي المشكله دلوقتي ان عندي قيمتين للالفا وقيمتين للبيتا، فبيقول لي هنا في حل مرفوض، فيهم حل مرفوض. معنى كده ان هو قبل الحل الاولاني اللي هو الفا 1 هات بتساوي اكس بار ناقص اس جذر 3، والبيتا 1 هات بتساوي اكس بار زائد اس جذر 3. يا ترى الحل الثاني ده مرفوض ليه؟ قال لي وهذا مرفوض حيث ان البيتا اكبر من الالفا. البيتا اكبر من الايه؟ من الالفا. طيب هل احنا هنا كنا اشترطنا حاجه؟ احنا اشترطنا البيتا اكبر من الالفا، او البيتا ده من ضمن التوزيع اللي البيتا اكبر من الالفا. طب هنا بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي ان الحل ده هو مرفوض. ليه مرفوض؟ لان زي ما قلت انا عندي المفروض البيتا تبقى اكبر من الفا، لكن لما اجي ابص هنا الاقي البيتا اصغر من الفا. الاقي البيتا هنا اكس بار زائد، لكن هنا اكس بار ناقص، وبالتالي تبقى البيتا اصغر من الالفا، وده مرفوض. مرفوض، وبالتالي يبقى الحل ده ما ينفعش. اخد الحل اللي فوق ان الالفا 1 هات بيساوي اكس بار ناقص اس جذر 3، وهنا البيتا 1 هات بيساوي اكس بار زائد اس جذر 3، وبالتالي يبقى البيتا اكبر فعلا من الالفا، ويبقى الحل بالنسبه لي حل مقبول. طيب مثال اخر بيقول لي استخدم طريقه العزوم لايجاد المقدر بنقطه للمعلمه لامدا في عائله توزيع بوسط. كلام عادي جدا ومفيش اي مشكله. مثلا هنا عندي معلمه واحده، برضه هجيب
العزم اللامركزي الاول من العينه ومن المجتمع. العزم اللامركزي الاول من العينه كان اكس بار وكان من المجتمع لامدا، فهساوي اللامدا بالاكس بار، وبالتالي تطلع اللامدا هات بتساوي اكس بار، فيبقى ده هو التقدير بتاعي. من اهم خواص طريقه العزوم، وهي طريقه العزوم لا يمكن استخدامها الا اذا كانت العزوم معرفه. الا اذا كانت العزوم ايه؟ معرفه. يعني لو العزوم اللامركزيه غير معرفه يبقى هذه الطريقه تعجز عن استنتاج مقدر لهذه المعلمه. خلاص؟ دي الخاصيه. الخاصيه الثانيه ان مقدرات طريقه العزوم ليست بالضروره مقدرات غير متحيزه. لا، ده ممكن تطلع مقدرات متحيزه. مقدرات طريقه العزوم هي بصفه عامه متسقه، ويتقارب توزيع الاحتمالي عند معايرتها للتوزيع الطبيعي القياس، ولكنها ليست في جميع الحالات هي الاكثر كفاءه. اذا كان المطلوب هو تقدير عزوم التوزيع الاحتمالي او دل فيه وليس معالمه، فان طريقه العزوم يمكن استخدامها حتى وان لم يكن التوزيع الاحتمالي معروف، حيث تستخدم المعادله. انا بس يهمني العزوم، طالما العزوم معروفه خلاص اقدر اقدر الايه الطريقه بتاعتي. الطريقه الثانيه طريقه الامكان الاكبر، اللي هي الميثود اوف ماكسيمم لايكل هود. بيقول لي انه في عام 1920 كان في بحثين اقترح فيشر فيهم طريقه عامه للتقدير بنقطه اطلق عليها اسم طريقه الامكان الاكبر، وعرض اهم مزاياها. قال انه في الحالات التي توجد فيها مقدرات كافيه فان طريقه الامكان الاكبر تعطي مقدرات كافيه. لو كان فعلا في مقدرات كافيه لهذه المعلمه، طريقه الامكان الاكبر تعطي هذه المقدرات. انه لما ان تولي ما لا نهايه فان مقدرات الامكان الاكبر تكون هي الاكثر كفاءه. وتعتمد طريقه الامكان الاكبر في تقدير المعلمه على المبدا التالي الذي يسمى مبدا الامكان الاكبر. ايه المبدا ده؟ اللي هو الماكسيمم لايكلود برينسيبل. بيقول لي عند تقدير المعلمه سيتا، فاحنا نختار المعلمه سيتا التي تجعل داله الامكان اكبر ما يمكن. يعني انا بختار الداله بتاعتي، بختار قيمه المعلمه التي تجعل داله الامكان قيمه عظمى. قيمه عظمى. اي ان انا اختار المقدر سيتا هات الذي يحقق انه ال ال عند هذه القيمه تبقى اكبر من ال ال عند اي قيمه اخرى. وطبقا لمبدا الامكان الاكبر فان هناك حالتين يجب ان نفرق بينهما عند استنتاج السيتا هات. الحاله الاولى ان يكون المدى بتاعي لا يعتمد على المعلمه سيتا، زي ما خدنا في اليونيفورم ديستريبيوشن لما لقينا الاكس اكبر من الالفا. الاكس اكبر من الالفا، خد بالك. هنا المدى بتاعي لا يعتمد على السيتا. يعني لما اجي ابص مثلا على توزيع زي ده مثلا كده اهو، التوزيع بتاعي ده مثلا كده، شوف التوزيع هنا، شوف الاكس اقل من الفا، اقل من بيتا، يعني بتعتمد على المعلمه. لا، انا عاوز الاكس بتاعتي تبقى بعيدا، ملهاش دعوه بالمعلمه. شوف هنا اكس محصوره من صفر لواحد، ملهاش دعوه بالالفا خالص. هنا الاكس لا تعتمد على المعلمه، لكن في المثال ده هو هنا الاكس بتاعتي تعتمد على المعلمه، فلازم نفرق بين الحالتين دول. فهنا هيقول لي ايه بقى؟ هيقول لي اذا كانت الاكس بتاعتك تعتمد على المعلمه او لا تعتمد على المعلمه. هاخد الاول ان هي الحاله الاولى لا تعتمد على المعلمه. في هذه الحاله تكون السيتا هات هي قيمه سيتا التي تكون عندها داله الامكان نهايه عظمى. السيتا هات هي قيمه سيتا، يعني القيمه اللي بتطلع عندها نهايه عظمى تبقى هي دي قيمه سيتا هات. وكما سبق ان ذكرنا طبعا ده هيتضح من الامثله، فانه من السهل ان نتعامل رياضيا مع لوج ال، يعني لوغاريتم داله الامكان الاعظم بدل من ال، ويبقى هو نفس الكلام، يعني هو نفس الايه. وانا خد بالك بقول لك ايه، وان القيمه العظمى او ان القيمه التي تجعل ايه لنهايه عظمى تجعل ايضا اللوج ال نهايه عظمى. يبقى انا الشغل اللي انا اشتغله على لوج ال هو نفسه الشغل اللي اشتغله على ال، يعني القيمه اللي هتخلي لي لوج ال لقيمه عظمى هي القيمه اللي هتخلي لي ال ال قيمه عظمى. طالما ان الشغل على اللوج ال اسهل وهتديني نفس القيمه يبقى اشتغل عليها اسهل. خلاص؟ وبالتالي يبقى انا اللي هيحصل كمان بيقول لي ايه؟ لانه يعني بيعلي الكلام ده بيقول لي لانه بارشال لوج ال ثيتا بتساوي صفر على بالنسبه للثيتا تساوي صفر فقط عندما بارشال ال ثيتا على بارشال ال تساوي ايه؟ تساوي زيرو. معنى كده ان انا لو جبت دي
وساويتها بالصفر كأني جبت دي بالظبط. ومن ناحية أخرى فإن الشرط اللي هو يتحقق إن أنا لما أجيب المشتقة الثانية وتطلع أقل من صفر يعني معناها إن القيمة عظمى، في غالبية الأحيان ضمنيا هو يتحقق ضمنيا، يتحقق ضمنيا إذا كانت إيه؟ إذا كانت يعني إذا كان هنا الشرط بتاعي إن أنا بجيب القيمة العظمى لما المشتقة الثانية للإل أقل من صفر، يتحقق لو انا جبت المشتقه الثانيه للوج ال وطلع اقل من صفر تبقى برضه هي القيمه العظمى هنا، هي نفسها القيمه العظمى هنا. يعني هو عاوز يقول ايه في الاخر؟ انه طالما الشغل على اللوج ال اسهل من الشغل على ال، وطالما ان الشروط اللي انت هتحققها على اللوج ال عشان تديك قيمه عظمى هي بالضروره متحققه على ال، يبقى انا اشتغل على اللوج ال لانها اسهل لي من الاخر بس وخلاص. هو ده اللي عاوز يقوله. عشان كده يقول ايه بقى الخطوات بتاعتي؟ ايه؟ ان انا هجيب داله الامكان، وبعدين اجيب لوغاريتم داله الامكان، وبعد ما اجيب لوغاريتم افاضل ده لوغاريتم داله الامكان بالنسبه للسيتا، وده معناه انا كاني فاضلت داله الامكان نفسها، وبعدين اجيب المشتقه الاولى لداله لوغاريتم داله الامكان اساويه بالصفر، وبعد ما اساويه بالصفر المفروض ان انا اتحقق ان هو بيحقق لي ان المشتقه الثانيه اقل من الصفر، وهو في الحقيقه بيحقق. اما يطلع فعلا بيحقق ان المشتقه الثانيه اقل من صفر يعني معناها ان القيمه دي قيمه عظمى، هو بالتاكيد حقق لي نفس الشرط على داله الامكان نفسها مش على مش على اللوغاريتم بتاعها. خلاص؟ يبقى انا دلوقتي اعمل ايه؟ هجيب داله الامكان، وبعدين اجيب لوغاريتم داله الامكان، وبعدين افاضل لوغاريتم داله الامكان واساوي بالصفر، يطلع القيمه اللي تطلع لي هي بالتاكيد هي بتحقق القيمه العظمى ل دالة الإمكان الأصلية. هناخد يعني مثال، بيقول لي أوجد مقدر الإمكان الأكبر من نقطة للمعلمة لامدا في عائلة توزيع بواسون. أهو أدي دالة الإمكان لتوزيع بواسون، وأدي لوغاريتم دالة الإمكان. يا ترى أسهل لي أشتغل على دي ولا أشتغل على دي؟ لا، أسهل لي أشتغل على دي. الأسهل إن أنا أشتغل على دي، وإن الشغل على دي هو نفسه الشغل على دي. يعني لما تحقق الكلام ده هنا، النقاط العظمى اللي تحقق أن هذه نقاط عظمى هي نفسها النقاط التي تحقق ان هذه نقاط عظمى. وبالتالي لما اجيب المشتقه الاولى للوغاريتم ال واساويه بالصفر تطلع ال السيجما اللامدا هات بتساوي ايه؟ بتساوي اكس بار. لو انت جبت المشتقه الثانيه هنا وعوضت عن اللامدا بالاكس بار هتطلع اقل من الصفر، معناها ان الاكس بار دي قيمه ايه؟ قيمه عظمى. بيقولوا ملاحظات انه مقدر الامكان اكبر المعلمه هو نفس مقدر العزوم، وهذا لا يعني ان الطريقتين تعطيان نفس المقدرات في جميع الاحلال في جميع الحالات، لا ده هي بس كده ايه جاي المره دي كده. طيب الحاجه الثانيه ايه؟ انك هتلاحظ انه المشتقه الثانيه هنا اهيا طالعه، شوف طالعه ناقص ان اكس بار على لامدا تربيع. لو انت عوضت عن ال باكس بار في المقام، ها هي طالعه كده كده بالسالب، فهتطلع القيمة أقل من الصفر، يعني فعلا الإكس بار هو قيمة إيه؟ قيمة عظمى. طيب الحالة الثانية إنه يبقى المدى اللي عندك يعتمد على مين؟ يعتمد على الإكس بار. في هذه الحالة تكون السيتا هي قيمة سيتا التي تكون عندها دالة الإمكان أكبر ما يمكن. خلاص؟ ولذلك فإن مقدر الإمكان الأكبر للمعلمة سيتا، أي سيتا نحصل عليه في هذه الحالة بفحص دالة الإمكان. خد بالك بقى هنعمل ايه؟ هيديني مثال ويشوف هيعمل ايه. اهو وطبعا المثال هيبقى على اليونيفورم، واليونيفورم معروف انه بيعتمد على الايه؟ على البي. اجيب داله الامكان طلعت بهذا الشكل واحد على بيتا اس ان، وحيث ان المدى للمتغير عشوائي اكس اي يعتمد على المعلمه بيتا، فهنا نحصل على مقدر الامكان الاكبر للمعلمه بيتا اي بيتا هات بفحص داله الامكان. اشوف ايه القيمه هنا اللي تحقق لي انه دالة الامكان تبقى قيمه عظمى. خد بالك بقى، وطبقا لمبدا الامكان الاكبر، ها وطبقا لمبدا الامكان الاكبر فان بيتا هات، انت بتقول لي هنا خد بالك انه الاكس بار اقل من البيتا، يعني لا يمكن انها تعدي البيتا، مش ممكن الاكس مش ممكن تعدي البيتا ابدا. طب انا عاوز اطلع قيمه للاكس تبقى قيمه تحقق لي ايه؟ تديني قيمه بيتا وتحقق لي ان دالة الامكان قيمه عظمى. فبيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي فان البيتا هات هي قيمه بيتا التي تجعل داله الامكان ايه؟ اكبر ما يمكن. ولكن
ملاحظ ان دالة الامكان هنا، خد بالك بقى الحته دي مهمه جدا، ان دالة الامكان هنا تزيد كلما نقصت قيمه بيتا. بص هنا، كل ما البيتا دي تزيد كل ما الكسر يقل، يبقى كل ما البيتا تزيد كل ما الكسر ايه؟ يقل. خلاص، وكل ما البيتا تقل كل ما الكسر يزيد. يبقى انا عمال اقلل في البيتا، اقلل في البيتا، تقوم الايه ال ايه، انا عاوز اوصل ال نهايه عظمى، فاقعد اقلل في البيتا، اقلل في البيتا. طيب هقلل البيتا دي لغايه فين؟ افضل اقلل في البيتا، اقلل في البيتا لغايه فين؟ ما انا خد بالك ان الاكس، ان البيتا دايما هتبقى اكبر من الاكس، فتفضل تقلل في البيتا، تقلل في البيتا، بس اوعى تقلل في البيتا عن اكبر قيمه للاكس، لان الاكس اقل من البيتا. يبقى اقول ان البيتا بتساوي ايه؟ بتساوي الاكس ان اللي هي ها اكبر قيمه في العينه، اللي هي اكبر قيمه للعينه ترتيبيه. فيبقى البيتا هات لا يمكن ابدا تقل عن الاكس ان، يعني عن اكبر قيمه في العينه، لان عندي شرط فوق بيقول لي ان الاكس اي اقل من بيتا، وبالتالي يبقى المقدر عندي هو الاكس ان، يعني القيمه العظمى في العينه. هي دي اللي تحقق لي الايه؟ القيمه العظمى لذلك الامكان الاكبر. طيب لو انا عندي بقى التوزيع بتاعي فيه معلمتين، ايه اللي هيحصل؟ نفس الكلام، لما اجيب داله الامكان بتاعتي برضو هشوف اذا كانت لا تعتمد على الثيتا ولا لا، اهون، وبالتالي هعمل ايه بقى؟ هجيب المشتقه التفاضليه الاولى لثيتا 1، المشتقه التفاضليه الاولى للثيتا 2، واسويهم بالصفر، واطلع معادلتين، واحل المعادلتين مع بعض، واحل المعادلتين ايه؟ المعادلتين مع بعض، وبحيث يكون المصفوفه دي كده هي مصفوفه محدده موجبه عشان تحقق لي القيمه العظمى. هنشوف الكلام ده اهون، بيقول لي ايه بقى؟ والشرط اللازم والكافي لكي تكون المصفوفه المربعه A التي حجمها كي في كي محدده موجبه هو ان تكون جميع المحددات للمصفوفات الجزئيه المربعه التي عناصرها تمثل عناصر الار صف الاولى والار صف الثانيه موجبه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي مثلا مصفوفه 3 في 3، امتى اقول ان المصفوفه دي موجبه؟ اجي اخد العنصر الاولاني اللي في الصف الاول والعمود الاول، لازم يبقى موجب. ده رقم واحد. رقم اثنين، اخد العنصرين الاولانيين في الصف الاول مع اخد الصفين الاولانيين واخد الصفين الثانيين من البدايه، يعني عندي ثلاث صفوف وثلاث اعمده، هاخد الصفين الاولانيين والعمودين الاولانيين، يطلع لي محدد 2 في 2، لما اجي احسبه يطلع موجب. ده رقم اثنين. رقم ثلاثة، المحدد الكبير اللي هو 3 في 3 لما اجي احسبه يطلع موجب. كل المحددات دي لما تطلع موجبه يبقى المصفوفه دي موجبه. خلاص؟ طيب. لو انا عندي مثلا توزيع عباره عن 2 في 2 في معلمتين 2 بس، ايه اللي هيحصل؟ اهو هيبقى عندي المصفوفه دي بهذا الشكل. المشتقه الثانيه للوج بالنسبه لثيتا 1، والمشتقه الثانيه للوج بالنسبه لثيتا 1 وثيتا 2، والمشتقه الثانيه للوج بالنسبه لثيتا 2 وثيتا 1، والمشتقه الثانيه للوج بالنسبه لثيتا 2. خد بالك ده كله تفاضلات. هتفاضل، هتجيب الاول داله الامكان اهي، وبعدين تجيب اللوج بتاعها، وبعدين تفاضل مرتين، المرتين بالنسبه لثيتا 1، وهنا المرتين بالنسبه لثيتا 2، وهنا مره بالنسبه لثيتا 1 ومره بالنسبه لثيتا 2. احنا عارفين ان دول كده لابد ان هم يطلعوا بيساوي بعض، لازم بتفاضل الاول بالنسبه لثيتا 1 وبعدين بالنسبه لثيتا 2 او العكس 1، مفيش اي مشكله. الكلام ده يبقى موجب ازاي؟ انه ده يبقى موجب والمحدد الكبير يبقى موجب. فتعالى كده نشوف اهو، طبعا جايب لي الشروط بتاعتي اهيا، ابدا اطبق في مثالي في التوزيع الطبيعي اهو. ادي داله الامكان في التوزيع الطبيعي، هجيب لوغاريتم داله الامكان، وبعدين افاضلها بالنسبه للميو مرتين، وبالنسبة للسيجما تربيع مرتين، وبعدين أفاضلها بالنسبة للميو والسيجما تربيع. أنا باخد السيجما تربيع هنا على إنها السيجما تربيع بحالها على إنها متغير، فأنا بفاضل بالنسبة للسيجما تربيع، يعني السيجما تربيع ممكن تشيل عشان ما تلخبطش وحط مكانها مثلا سيتا، يبقى السيجما تربيع هي سيتا. يبقى أنت لما بتفاضل بالنسبة للسيتا كأنك بتفاضل بالنسبة للسيجما تربيع على بعضها. خلاص، وأبدأ أعوض عندي. آدي هنا المشتقة الأولى هيا بالنسبة للميو، وادي المشتقه الثانيه بالنسبه للميو، وبعدين ادي المشتقه الاولى بالنسبه للسيجما تربيع اهي، وبعدين ادي المشتقه الثانيه بالنسبه للسيجما تربيع. انا يعني فضلت مرتين، ادي الاربع حاجات اللي انا محتاجهم في المصفوفه بتاعتي اللي هي دي.
طيب تعالى كده نشوف بقى الشروط بتاعتنا هتبقى ازاي. اهو تمام، ادي 1 2 3 4 هي المشتقات بتاعتي، وبعدين ادي التفاضل بالنسبه للميو، وبعدين بالنسبه للسيجما تربيع اهون. يعني انا فاضلت هنا نيو وبعدين ميو، هنا سيجما تربيع وبعدين تاني سيجما تربيع، عاوز وسمشن اكس ناقص ميو، ده اللي هو ده اللي هو اللي عندي. فانا بعد ما احل المعادلتين دول مع بعض واطلع قيمه اهون، ده حل المعادلتين مع بعض عشان يطلع لي قيمه الميو وقيمه السيجما تربيع، فلاقي ان الميو هنا طلعت باكس بار، والسيجما تربيع طلعت ايه؟ سمشن اكس اي ناقص الاكس بار، الكل تربيع على ايه؟ على ان. تمام؟ دول كده جايين من حل المعادلتين مع بعض. او لو في لحضراتكم اي اسئله فهنشوف ان شاء الله باذن الله. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.